أمير، هل وليد أزارو عنده أي تعليق على موافقة مجلس الإدارة امبارح على الاستمرار في التفاوض على بيعه للنادي الصيني، ولا ما اتكلمتش معاه؟ لا انا اتكلمت معاه النهارده، يعني هي بتصادف كل حلقه ملك وكتابه في نفس اليوم بكون بتكلم مع وليد اه، أزارو. انت عارف احنا عايزين ايه منك بالظبط. النهارده اتكلمت معاه، كان في جوله بالمناسبه بالنسبه للفريق في محيط الفندق، فبالتالي واحنا ماشيين فاتكلمت معاه قلت له الاخبار الدنيا ماشيه عادي، قال لي الامور ماشيه يعني الناس بتتفاوض والناس بيتكلموا. قلت له عرفت قرار مجلس اداره النادي الاهلي امبارح ان هو وافق على ان انت تتباع مثلا او موافق على العرض؟ قال لي لا ما عرفتش، بس انا يعني هو يمكن مستاء شويه من بعض الجماهير اللي متضايقه من ان هو ممكن يمشي او متضايقه ان هو طلب ان هو يمشي. فالراجل بيقول لي لا بالعكس انا بحب النادي الاهلي جدا وانا مبسوط ان انا متواجد في النادي الاهلي، لكن الامور يعني وارد ان يجي له عرض يتم الموافقه او ما يتمش الموافقه عليه، لكن هو في النهايه منتظر قرار النادي الاهلي ومصلحته ومصلحه النادي الاهلي كمان. هل العرض المادي اللي طلبه النادي الاهلي هيتم الموافقه عليه من قبل نادي فورتشن الصيني ولا لا؟ كل الامور دي حتبان، لكن اللي عايز اوضحه لجمهور النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ان الراجل لو ما تمش الموافقه على العرض او ما تمش التوصل اتفاق نهائي ما بين الناديين برحيل وليد ازارو هو ما عندوش اي تضرر اطلاقا، بالعكس هو مبسوط جدا في التواجد في النادي الاهلي، لكن بصراحه كده هو معروض عليه مبلغ مادي كبير يعني شخصي، يعني مبلغ شخصي ليه او مرتب ليه كبير جدا هناك في الصين، واحنا عارفين الصين يمكن بيدفعوا مبالغ كبيره جدا، فطبيعي جدا ان اي لاعب بيفكر في مستقبله بيفكر في الناحيه الماديه، ده شيء طبيعي وبديهي جدا، لكن مع ذلك لو تم انتهاء المفاوضات بشكل نهائي ورحيل اللاعب هو هيكون مستمر بيأدي التدريبات بشكل جيد جدا وبشكل احترافي جدا وما عندوش اي مشكله خالص ان هو يكون موجود في النادي الاهلي يا استاذ.